المهرج أو نيمو فيش مثل ما هي معروفة. تعتبر من الأسماك الملونة الجميلة صغيرة الحجم، يتراوح حجمها من 10 إلى 18 سنتي، وتعيش من 3 إلى 5 سنوات. تتميز بوجود 3 خطوط بيضاء على نظف جسمها، وتعيش بين شقائق النعمان، وتنخش وتحتمي فيها وتنظفها من بقايا الأكل. نيمو فيش تأكل اللافقاريات الصغيرة. والعجيب إن أسماك المهرج ينولدون ذكور ولهم القدرة إنهم يتحولون حق إناث، ولكن بمجرد إنها تقرر وتتحول حق أنثى ما راح تقدر ترد لأصلها وتكون ذكر، بس راح يكون لها القدرة والقوة والسلطة عشان تقود المجموعة كاملة.